يا صباح الفل، ايه الحلاوه دي؟ يا صباح المشاكل، الناس دي بتجري كده ليه؟ في ايه؟ بوليس بيجري ورا بيك. ايه يا جي تي ايه؟ انا عارف ان انت عملتي حاجه جديده، بس محدش قال لي ان في قصه كبيره ومشاكل. الناس بتجري راحه فين يا جدعان؟ يا ست خدي اقول لك، في فرح في الجمعيه ولا انتوا بتعملوا ايه؟ يا جدعان انا سامع ان في غواصات وفي شغل كبير ومهمه وليله كبيره، قلت لازم يكون لي نصيب في الحوار ده. البوكس اوفيس في يوم من الايام ان شاء الله، ان شاء الله عروضي تبقى هناك. لسه بنصبح والله. مين هنا؟ استنى كده، ابو علي خد تعالى هنا، انت بتجري راح فين يا عم؟ انت انا صاحبك، تعالى حبيبي. يا بومبو ايه الاخبار؟ انت لابس احمر كده ليه؟ اخبار ايه يا عم؟ انا بشجع يا عم، انت عارف بقى وبتاع، فكنت بلعب عادي بقى، ما تركزش. الله. ايه يا عم الحوار ده؟ انا لقيت ناس كتير قوي بتجري الناحيه اللي هناك دي، مش فاهم اي حاجه، وعارف في غواصه وفي ليله. انا عايز اجيب الكلام ده يا معلم. اوه طب تعالى، طيب كده نشوف الدنيا فيها ايه. اوه هي دي البوابه الجديده، مقفوله ولا ايه؟ اوه مش عارف الناس راحت فين. اوه انا دخلت. استنى، يلا بومبو ادخل يا بومبو. اقبل بودي جارد جاي. ايه الحلاوه؟ اوه يا معلم يا معلم يا معلم، ايوه كرو، والله معاك. ايه الحلاوه دي؟ خد تعالى، انا شايفك انت واقف كده ليه يا عم؟ ايه ده الست دي بتبيع ايه؟ تعال انت بص قدام مني ما بتتحركش، وربنا راجل رياضي في نفسك. ايه ده انت بتفكرني بلعبه رعب؟ حلو. ايه ده في هنا برضه بوابه تاني؟ تذاكر السينما يا معلم. اوه احنا دخلنا جوه، تعالى. هو في جوه بعد جوه؟ اوبا بقى، في جوه. اه اوعى الراس والحركات ولا، يلا تعالى ده احنا هنولعها تحت. تعالى في جوه ثالثه اهي. لا لا بتهزر، مش للدرجه دي. يلا انا ماشي تاتا تاتا ليه كده؟ انت عارف انت ماشي قدامي، عارف الملكان لما بيبقى لابس هدوم وماشي تاتا تاتا، انت ماشي كده. ربنا يا عم. طب ايه البوابات الكتير دي؟ عارف اخش واحده تخش واحده. لا احنا جينا الحمام. يا اوبا هو هي دي البوابه، تعال تعال، هي الحفله هنا. عاش قوي. طب ايه احنا هنرقص مع الناس دي ولا هنعمل ايه؟ استنى يا عم، خلينا اعيش شويه، امي مسافره واعمل حفله بس يرنك مش على حفله. ايوه ايوه ادينه ايه الرقص ده يا عم؟ يلا ارقص ارقص. يا خرابي انا خرب الدنيا. خلي بالك يا بابا، في ناس المفروض نقابلها. تعال استنى، ده انا ممكن ارقص بحركات بس فوق وتحت. تعالى في ناس مستنيانا. تعال خلاص خلاص، احترم نفسي يا عم، احترم نفسي، انا جاي اهو. اهي شايف الناس؟ وقفك ليه يا معلم؟ اه انت ليك اصحاب هنا. عارفيننا عارفيننا. ايوه مين الراجل ده يا عم؟ ايه يا عم شكله بياعها خالص، ده جايب لك الدنيا من الاخر. طنط قاعده بتشرب معاها عصير تفاح. يا عم انت عمال تقعدنا وتقومنا في ايه يا عم؟ اوبا عايز نمسك ده؟ اه قعدنا تاني يا جماعه، عمالين نقوم ونقعد كل شويه مش عارف في ايه. الواد ده زهقان رغاء قوي. هو عمال يكلمنا. انا بوم بوم انت فين؟ انا مش شايفك. انا برقص يا معلم. عيش انت حياتك. ايوه بقى عيش. ايه ده انت بترقص؟ مش انا ده والله، ما انا قمنا تاني يا عم. خلاص بقى يا عم انت وجعت دماغي، انجز رغاي. المهم ان انت ما ردتش عليه، عاجبني فيك ثقتك بنفسك يا ابو علي. ايوه اخيرا يا بومبو، انت عمال ترقص وسايب مرغي يا بومبو. خلاص خلاص والله انا جاي انا جاي. اخيرا خرجنا، تعالى يا بومبو. انت لسه ماشي قدامي زي الملكان، اخيرا مشيت عدل يا اخي، يلا بينا. حلو، لسه برضه في قلق والناس عماله تجري وتضرب في بعض. طب احنا هنحتاج عربيه كده عشان المشوار ده. معاك عربيه؟ مش عارف، خليني اطلب العربيه بتاعتي. لا انت هتطلب لي عربيه وانا كمان مش هطلب لك عربيه. تعالي لي في الغواصه يا ابو علي. يا ابو علي انا مش عارف، انا جبت العربيه التعبانه والله، انا عايز غواصه يا عم. انت فين الغواصه؟ ايه ده ايه عربيتك التعبانه دي؟ اه صح، فين الغواصه؟ خلينا نشتري الغواصه دي يا جماعه، شكلها خطير. اوعى بقى يا طيران، اي خدمه عيب عليك، ده انت راكب مع بوم بوم. واه واضح واضح. استنى ابو نزلنا. والله عيب عليك، مش بقول لك ما تخافش ما تخافش. تعالى تعالى تعالى، المفروض ان احنا نركب هنا العربيه دي. العربيه دي. مركب الصيادة يا حلوة، نركب بيتش باجي اللي هناك ده، أنا ما بعومش حلو أبو علي. تعال أبو تعال علي. تعال أنا بغرق في الحاجات دي، بق بق. والله يا عم ما بعومش حلو، خد الحقن يا أبو علي. اركب ورايا بسرعة. مش لاقي أطلع أبو علي. لا خلاص يا عم خلاص يا عم، بهزر معاك، استنى بس أركب. يلا اركب بقى، أنت ركبت يا ربنا. أبو علي ما تتعورش. يلا يا عمي هنركب الموجة. لا يا ربنا. أو ماي جاد. لا 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 علي أوي. ايه ده؟ غواصة يا عم؟ ده بيه؟ يا لهوي كل دي؟ يا نهار ابيض. ندخلها منين دي يا بومبو؟ دول غواصتين يا معلم، انا هركب التانية دي، سيب لي انا الروز اللي هناك دي. ايوه هي دي بتاعتنا، امسك دي، امسك فيها، اقف هنا. ندخل منين؟ اقف هنا اقف هنا، حلو هنطلع اي حتة. ايوه 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 حلو قوي. يا عم ماشي يلا انت لحظة انا. يا عم انت بتنط في المية يا عم انت. طلعت طلعت طلعت. انت لسه تحت؟ انا طالع هوا، عيب عليك.
اوبا احلى غواصه دي ولا ايه؟ والله ما في احلى من كده. هخش هنا عم اوضه التوربين. افتح يا سمسم. خدني معاك. واو مين اللي بيغني جوه ده؟ مين ده صح؟ مش عارف شكله عيل روسي جاي غلط. كفر خير ماجر خير. الماني. انا فين يا جماعه؟ انا بدات اقلق. انا وراك انا وراك ما تخافش روح. ايه ده؟ I have been expecting you. Come, welcome aboard. She is. باين عليه راجل غبي كده وصوته. ايه ده؟ مين الراجل ده يا بومبو؟ بص هو مهندس بس اديله فرصه. مهندس ايه بس؟ ده شكله مهندس. إيه اسمع مني اشتري مني بس ده مهندس تقيل كمان مش شايف كرشه. ده بيخرب السفينه مهندس ايه؟ ده انت معلم بقى. معلم انا اكتشفت الحوار ده مش مهندس صيانه ده سباك. سباك اسمع مني. ايوه قال لك ما تقلقش الميه ورا ايه. اديله فرصه اديله فرصه بيطور في نفسه الراجل عنده مهاره. شفت بيقول لي المس دي وانت تموت. اوبا 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 امسك نفسك. بتقولي سباك يا بومبو؟ ده سباك. اسمع مني سباك بس واخد مؤهل. واخد مؤهل. يا صلاة النبي كده احنا فهمنا كل حاجة. بص من هنا تشوف تدوس على الخريطة تمشي. المفروض انا في غرفة التحكم ومش شايفك. وانا هو معاك. انا معاك. ارجع ارجع ارجع. انا معاك. شفتك شفتك شفتك. جايلك جايلك جايلك. تعال بقى احنا نلعب شوية في الزراير دي. تعال نلعب يا عم. قالك بص من هنا تشوف دوس هنا تمشي. اوعى تلمس اي حاجة. لأ في نقطة بتتفجر. في حاجة بتحصل بس كبيرة قوي من جوه. واو الحق تعال بص عندي في ايه. ايوه هنا الطيارة. دي مش غواصة وبس دي حاجة اخر علاقة. وغرفة التحكم في كل حتة. ممكن ننزل تحت كمان. ده دورين. واو تعال من هنا خد ملابس الغطس. بقول لك ايه الحق ده في غواصة تانية صغيرة تحت. ملابس غطس. الله عليك تعال اديني. في غواصة تحت والله في بس استنى وريني ملابس الغطس. ايه الحلاوة دي؟ ايه الحلاوة دي؟ اديني اديني. انا عايز ابقى كابتن بومبو. هات وريني منين. تعال تعال من هنا اهي خد اهي. تحياتي من الكابتن ابو علي وكابتن بومبو. وسع كده ابو علي يا عم بس عدين الاول. صدق ما ينفعش بيعتبروني ضيف في المكان. تعال بص تعال بص 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 جاي جاي. اوه ايه دي؟ ده انا مش عارف اسميها ايه بس هي يعني هي اكيد غواصه. اهو كاتبين عليها. اهم حاجه ان هي بتتركب. بس اهم حاجه ان بتتركب ونتحكم فيها يا عم. كاتبين عليها ايه؟ الام 2000. اوكي حلوه. صحيح هنركب ازاي؟ ايه الاشتغاله دي؟ تعال نطلع نركب من ركبت ركبت ركبت. انت بتهزر. طب انا ما ينفعش اركب معاك؟ يا جماعه انا صديقه صديقه. اركب كده ينفع والله. ايه ده؟ او ماي جاد انت فين يا بومبو؟ انت نزلت. لا ارجع تاني بسرعه. انا نزلت تحت الميه. يبقى انا اركب الهليكوبتر يا جدعان. الهليكوبتر هتنزل تحت الميه؟ معرفش بقى. انا اركب اي عربيه والسلام. انا مستنيك بره. طلعت طلعت استنيتك بره. تعالى استنى انا هجيلك هجيلك. حاول اطلع لك باي شكل. هو انت جيت اهو. تعالى معلي حبيبي. استنى زي ما انت زي ما انت. هو ينفع اركب اركب معاك وانا كده؟ الله ايوه ركبت. ايه الحلاوه دي؟ يا دلع دلع يا دلع دلع. طير يا معلم. ينزل تحت المايه؟ يا عم اسمها افيزا حلوه وافيزا. انزل انزل تحت المايه. بتنزل منين؟ مش عارف. انت مش عارف تسوقها؟ مش عارف. تيجي تسوق؟ انت بتهزر على فكره. لا مش هينفع اسوقها. انا معيش رخص. ما معيش رخص بره المايه. هسوق جوه المايه. خد تعالى. انا لابس بدل الغطس. استنى هنزل لك تحت. ركبت ركبت. بص يا معلم انا راكب ورا. هذه هي الطريقه للغوص تحت المايه. بس انا مش شايف اي حاجه. بص الغواصه بتاعتنا. ايوه بقى يا غواص. عيب عليك. بص الحته دي انا اول مره اشوف شعاب مرجانيه. خلي بالك يا بومبو. خلي بالك نخبط في حاجه. لا عيب عليك. هي بس الدنيا مظلمه شويه. استر يا رب. يا لهوي بص البتاع. يا لهوي انت انت مودينا فين؟ مش عارف. انا بقول اطلع فوق احسن. يعني اوعى شغل الدرافين. بص الحته دي واطلع تاني فوق. ايوه بقى واحده بالثانيه. ما انت بتعرف تسوق الغواصه يا عم. انا حاجه واحده اللي متاكد منها ان انت كرهتني يا ابو علي. ليه؟ عشان بوظك الغواصه دي دلوقتي. عالي غواصه. عايز تبوظ الغواصه الكبيره كمان؟ روح. لا لا ايه ده؟ مش هبوظ مش هبوظ ما تقلقش. قال لك ايه ده؟ اتصدم. انت عندك غواصتين على فكره. لا لا بقول لك ايه؟ بتاعت واحد تاني. احنا ممكن نخشها؟ تعال نخشها نشوف فيها ايه. يا ابو علي شكلك ضفادع بشريه. ما مش بتاعتنا دي. نحاول نفتحها برضه. ايه المشكله؟ هتلاقي فيها عفش ولا حاجه ولا كروكيب. واو خفاها. يا لهوي صاحبها عارف فسحبها. شوف استنى. اركب اركب يا عيني يا جماعه عمال يعوم. اركب انا بليت. لا 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 بص انا اقول لك على حاجه حلوه حلوه قوي لحد هنا يا جدعان. حلوه قوي كده.
الحلو اللي حصل فينا ده. احنا لازم نكمل الحوار ده من اوله في يوم من بدايته. استنوا بقى المره الجايه لما نخش نشوف عم ميجيل ده ايه قصته ولا عايز مننا ايه. وبيقول لك عيلته متاخده، عيلته كلها متاخده، ما فاضلش غير مامته. ايه رايك ابو علي؟ والله انا مش عارف حاجه، انا خايف نروح نموت. اهم حاجه بس ان احنا ما نموتش. عيب عليك، انا معاك. بقول لك عمرك حصل لك حاجه وانت معايا؟ ما تخافش، عيب عليك، هظبطك انا. ايه يا عم ما تخافش، بقول لك نغرق من شويه. يا عم ربنا ما تخاف. خلاص كده حلو قوي كده النهارده. اشوفكم على خير يا شباب، اشوفك على خير ابو علي، استناك المره الجايه. باي باي.